السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ الناس يا جماعه اللي مفكره ان موقع ترند ديول التركي خاص بس بتاع ملابس، احب اقول لكم لا، تعالوا نشوف في ايه كمان. هنفتح مع بعض كده ونشوف التجربه ديت من موقع ترند ديول. وزي ما قلت لكم، يعني انا كل التجارب اللي هعملها في الموقع دوت لازم هفتحها معاكم قدام الكاميرا ونشوفها مع بعض. المدة طبعا زي ما قلت لكم في الشحن والكلام ده كله بتاخد لها حوالي في حدود ال10 ايام، بتوصل طيران بتوصلك لغاية عنوانك لغاية البيت بتاعك. فالموقع متعاون مع شركات الشحن، مع شركات شحن كتيرة جدا داخل المملكة العربية السعودية. طبعا شفت فيديوهات لناس بتعمل تغطية كمان للموقع او ريفيوهات للموقع في كل دول الخليج، فهو داخل منطقة الخليج بقوة. تمام، خلونا بس ندردش كده واحنا ايه بنفتح التغليف ده. واضح ان القطر ده مش نافع، خلينا نستعين بمقص يكون افضل. طبعا مش عايز افكركم بان انا هسيب الروابط بتاعت التطبيق اللي عايز يحمله، هيكون تحت في اول تعليق تحت الفيديو او في صندوق الوصف. تمام، وادي ترنديول كمان يا جماعه في اجهزه كهربائيه. تمام، بصراحه انا كنت محتاج مكوى، وطبعا انا بفضل في الحاجات دي ان استخدم حاجه تكون كويسه وبراند زي فيليبس او تيفال، يعني الى حد ما الاثنين بيكونوا بنفس السعر. ولكن انا يعني وصلت لها الحمد لله مع الكوبونات والكلام ده كله بسعر كويس وفي وقت تخفيض، فكان السعر كويس. بس يا رب تكون زي ما توقعنا. تعالوا نطلعها كده ونشوفها مع بعض. طبعا ما وردكوش يعني قعدت افتح في الكرتونه دي قد ايه عشان اوصل النهايه للمحتوى اللي جوه دوت. طبعا دي مكوى ماركه فيليبس يا جماعه، اهيت زي ما حضراتكم شايفين. طبعا مش محتاجة كلام، يعني الخامة بتاعت الحاجات ديت بتكون كويسة جدا. وطبعا انا بفضل فيليبس وتيفال عشان خاطر بتبقى الخامات دي كويسة جدا، ما تلزقش وما تحرقش اي حاجة من اللي انت بتكويها او اللي انت بتكويها. ده هنا بتاع درجات الحرارة، وهنا طبعا مستوى الرش بتاع الميه، وده هنا تعالوا نفتح اهو، بيفتح من الجنب كده عامل زي الطياره. ده مكان تعبئه الميه. اوكي، في هنا حاجه غريبه كده مش عارف هي ايه. كده بيقفلوا، ده بترش من هنا برضو. هنا اوتو اوف، يعني فكره انك تقفل الرش او تخليه اوتو. تمام، اوكي ماشي. ورا هنا مفيش اي حاجه. طبعا ده الظهر هنا اللي بتتسند عليه بالطريقه دي كده، وادي الفيشه بتاعتها. طبعا فيليبس مش محتاجه كلام، والتسخين بتاعتها والمكوه بتاعتها والكلام ده كله. فاللي عايز اوصله بس ان هو فكره موقع ترنديول مش بس بتاع ملابس، لا كمان ده بتاع مكاوي. عشان برضو نبقى نستفيد من الفيديو، السعر بتاع المكوه كان حوالي 350 ريال، يعني في الحدود ديت. وطبعا هي ده سعرها بالفعل، يعني بيبقى بيكون بالسعر ده كده، هي بتكون بالسعر دوت، مش رخيصه طبعا. فيليبس احنا عارفينها براند عامل ازاي في الحاجات ديت او في الامور دي، ولكن بعد الكوبونات والخصومات والكلام ده كله، يعني انا وقفت عليا تقريبا بحوالي 110 ريال. فانا اعتقد ان هو ده سعر كويس جدا، سعر ممكن بتشتري بيه حاجه من الحاجات اللي هي الصيني التقليد. طبعا هي طبعا بتبقى صناعه صيني، بس كون ان هي فيليبس فطبعا ده شيء كويس جدا يعني.
الخامة دي هي اللي بتفرق، المكوة كلها في الخامة ديت وسرعة التسخين والمية اللي بتنزل منها من كل الفتحات ديت. في بعض مكاوي تبص تلاقي المية دي عمالة تنزل كده لوحدها بشكل كبير، يعني ما تساعدكش على المكوة. بس دي كانت التجربة بتاعت الحاجة زي كده، وأنا ممكن أسيب لكم الرابط بتاع المكوة دي. الفكرة في التطبيق يا جماعة إن أنت الحاجة اللي تعجبك حطها في العربية لغاية لما ويفضل ادخل بص عليها كل يوم، لغاية لما هتلاقي في مرة واحدة كده الحاجة دي سعرها نزل مع الكوبونات اللي هتطلع لك واللي ما تكون موجودة معاك، مع الخصم اللي بيتعمل في نهاية كل أسبوع، مع الخصم اللي بيتعمل لأول 3 عمليات شراء جديدة، تمام؟ فانت هتاخد حاجة او هتاخدي حاجة بأسعار كويسة جدا، تمام؟ هسيب لكم الرابط بتاع المكوة ديت تحت الفيديو، وكمان رابط التطبيق اللي عايز ينزله، وفي رمز الدعوة بيكون خاص بيا، تحط رمز الدعوة دوت عندك بعد ما تفعل الاكونت بتاعك. اشكركم، شكرا لكم، والسلام عليكم.